البطوله الافريقيه، الدوري العام، كاس مصر، مع بطولات السوبر طبعا. فخلينا نقف الفتره دي، الفتره الحساسه دي، كلنا نبقى ايدينا في ايدين بعض كده، ونقف الفرقه تبقى كده، حضرتك الفرقه اهي، احنا كلنا واقفين حواليها. حتى لو في حاجه مضايقانا بالمناسبه، خلينا نصبر شويه. الراجل غير شكل واداء الفريق في وقت قصير، فخلينا ننتظر، خلينا نشوف فكره ايه الفتره اللي جايه اكتر واكتر، طالما احنا واثقين فيه، طالما احنا عارفين ان هو يقدر يغير، او ان هو بالفعل غير وطور اداء. واحد زي رمضان صبحي مثلا، واحد زي اجاييه، واحد زي حسين الشحات، مجدي قفشه زي ما حضراتكم شايفين، جونيور اجاييه بيعمل ايه؟ من الممكن جدا ان حضرتك تكون مش شايف اجاييه، ولكن الدور اللي بيعمله جونيور اجاييه جوه الملعب دور مهم جدا جدا جدا. 20 30% من فكر المدير الفني. فعشان كده كل اللي انا بطلبه من حضراتكم ان احنا من بدورنا يعني هنبقى دايما محوطين على فريقنا، دايما عايزين فريقنا يكسب، عايزين فريقنا ياخد البطوله الافريقيه، عايزين فريقنا ياخد الدوري، عايزين فريقنا ياخد الكاس، ياخد بطولات السوبر. هو ده الاهلي، هو ده اللي احنا مستنيينه من لعيبه النادي الاهلي. بس خدوا بال حضراتكم، ده مش هيحصل الا بحضراتك اللي قاعد بتتفرج، واللي بتروح الاستاد تتفرج على فريقك، لان جمهوره ده حماه، ده شعار حضرتك، ده شعاركم انتوا اللي قلتوه مش انا. انا كنت بسمعه زي اي لعيب في الملعب، لما كنت بسمع جمهوره ده حماه كنت ببقى حجن من جوايا، مبسوط وسعيد وفرحان ان انا عندي جمهور بيحميني، مش اي حد تاني، جمهوره ده حماه، بيحمي اسم النادي الاهلي وبيحمي لعيبه النادي الاهلي. وهو ده اللي احنا عايزينه، وهو ده الدور اللي حضرتك بتقوم بيه، او حضراتكم بتقوموا بيه خلال من 1907 لغايه اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي، وهيفضل 1000 سنه قدام. طول ما اسم النادي الاهلي موجود، طول ما جمهوره هو اللي بيحميه، مش حد تاني. وكل حاجه احنا بنعملها وكل حاجه احنا بنقولها عشان خاطر جمهور النادي الاهلي، وعشان خاطر لعيبه النادي الاهلي، وعشان خاطر اسم النادي الاهلي. عندك مجلس اداره، كابتن خطيب حس بس ان الناس متضايقه من حاجه، حس، ما كانش يعرف، راجل قاعد، ما لما عرف نزل بنفسه وراح، مش بنفسه، هو ده واجب ان هو يعمل كده الحقيقه، ولكن راجل تعبان نزل وعدى من هنا لهنا هنا، ولف على كل مدرج، ووقف مع الناس وعرف المشكله ايه وحل المشكله، ورجع تاني قعد. ليه هو بيعمل كده ليه يا كابتن خطيب؟ هو كابتن خطيب بيفكر كده ليه؟ لان هو عارف ومتاكد مليون في الميه، مليون في الميه، ان جمهوره ده حماه، ان حضرتك اللي بتحمي هذا اللاعبين دول. وبعدين في حاجه اسمها عائله النادي الاهلي، انا بيتهيألي ان دي اكبر عائله في العالم، عائله النادي الاهلي دي اكبر عائله في العالم، مجلس اداره، لعيبه، كل الالعاب الرياضيه، كل اعضاء الجمعيه العموميه. تخيلوا بقى حضراتكم لما يكون عيلتك فيها 70 80 مليون 90 مليون باللي بره، باللي بيحبوا النادي الاهلي. كابتن خطيب الناس بتقول له بيبو 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 الله والكلام، وبيهتفوا للكابتن خطيب، قام اهو الصوره قدامكم، قام مشاور لهم على الفريق، على اسم النادي الاهلي، مش على بيبو، محدش يندى على بيبو، ده واجبي ان انا اكون في وسطكم واعرف مشكلتكم واحلها. ف من فضل حضراتكم الفترة اللي جاية فترة مهمة، وفترة صعبة جدا 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 جدا. عايزين ناخد بطولة أفريقيا، عايزين نتبسط مع فريقنا، عايزين نبقى واقفين في ظهرهم، عايزين نساند كل اللاعبين. لو في حد وحش أو حد من الممكن إن احنا ننتقده، ننتقده، حاضر، ولكن بطريقتنا بقى الجميلة، بطريقة جمهور الأهلي الواعي اللي بيحب لعيبته، اللي بيحب فريقه. على الأقل الفترة دي، لأن الفترة دي صعبة مش سهلة، فترة صعبة مش سهلة. عندك كل 3 أيام عندك ماتش يوم الأربعاء، وماتش بعديه بيومين ثلاثة، وبعدين هتلعب في بطولة، وبعدين كأس مصر، وبعدين تلعب في الدوري، وبعدين تلعب في بطولة أفريقيا، وكلها مباريات
لا تقبل القسم على اثنين، لا تقبل القسم على اثنين. بعدين ريني فايلر بيطور من اداء اللاعبين بشكل واضح جدا، بشكل واضح جدا. عنده بعض الافكار بيحاول ان يطبقها في الملعب. عندك انت عندك كام لعيب جوكر في النادي الاهلي؟ عندك خمسه سته لعيبه جوكر في... اللي يلعب باك رايت ماشي، اللي يلعب سيرد باك ماشي، اللي يلعب سيرد باك دي قديمه قوي يا عم اسلام، اللي يلعب قلب دفاع ماشي، اللي يلعب في وسط الملعب ماشي، اللي يلعب رقم 8 ماشي، اللي يلعب رقم 6 ماشي، ما عنديش مشكله. اللي يلعب جناح ايسر ماشي، اللي يلعب جناح ايمن ماشي، ما عندوش اي مشكله. وكلهم بيتالقوا. بس هو الراجل عنده فكره بيحاول ان يطبقها من خلال لاعبين بعينهم، والباقي بيتعلموا فكره علشان يلعبوا، وهيلعبوا وهيجي دورهم. مشوار طويل جدا، كاس ودوري وبطولة افريقيا وكذا وكذا وكذا، ففي ماتشات كتير وفي مباريات كتير. فاللعيبة الجوكر دي هي اللي الناس كلها في العالم كله دلوقتي بيتجه الى اللاعبين الجوكر. قد ايه ان اللعيبة دي بتغير وبتؤثر بشكل ايجابي جدا مع فريقهم. واحد زي احمد فتحي ده، العبه باك رايت ماشي، العبه سيرد باك ماشي، او قلب دفاع ماشي، العبه باك ليفت ماشي، العبه في نص الملعب ماشي. لو لعب مكان الشناوي ممكن ما مش هيقول لا يعني. مجدي قفشه العب تحت اجاي حاضر، العب تحت جنب عمرو السولية حاضر، عمرو السولية بلعبه جنب اجاي او تحت اجاي حاضر، رمضان صبحي روح ناحيه اليمين حاضر، روح ناحيه الشمال حاضر. هو ده اللعيب الجوكر، هو ده اللعيب اللي العالم كله بيتجه ليه، اللعيب اللي بيلعب في كذا مكان عشان يطبق الفكر اللي المدير الفني عايزه واللي حضراتكم بتستمتعوا بيه خلال الفتره اللي فاتت. خلينا ورا فرقتنا، فرقتنا الحمد لله والشكر لله فريق جيد جدا، فريق عنده مدير فني جيد. خلينا اقول ان البشاير جيده، انا دايما ما بحبش اتكلم في هذا الموضوع كتير، ولكن خلينا اقول ان البشاير جيده. عندك اقوى خط هجوم في الدوري حتى هذه اللحظه، اقوى خط دفاع في الدوري حتى هذه اللحظه، اكتر من لاعب بينافس على صداره هداف الدوري، اكتر من لاعب، اكتر من 8 9 لاعبين بينضموا للمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي ومنتخبات الشباب. فالحمد لله الامور ماشيه بشكل جيد. حتى الخساره اللي انت خسرتها، خسرتها بفعل فاعل، مش رايي، ده راي حضرتك، راي الجمهور، الجمهور اللي كان بيقول كده ان النادي الاهلي ادى بشكل رائع ولكن خسر. تمام، انا مع حضرتك 100%. فالفتره اللي جايه دي محتاجين التكاتف، المسانده، كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض. انا مع حضرتك، مش انا يعني، القناه او الاعلام داخل النادي الاهلي مع جمهور النادي الاهلي، احنا دايما اللي نبقى حائط الصد لكل ما يحدث في الفريق،